بعث يسأل ويقول: إخوتي في الإسلام، لي سؤال يهمني كثيرا، وهو أنني أعمل حارس في منطقة خارج مدينة الرياض بحوالي كيلو ونصف، ولا يوجد لدي سيارة، وسكني عبارة عن صندوق كبير لا يسع أكثر من السرير، وبعض المعدات موضوعة حوله، وحينئذ أقوم بحراستها. وأكثر ما يحيرني عندما أسمع الأذان، فإنني لا أستطيع مغادرة المكان خوفا على ما حوله حول المكان الذي أجلس فيه. وجهوني حينئذ، جزاكم الله خيرا. أنت معذور في بقائك في موضع الحراسة إذا كان هذه المعدات يخشى عليها من السرقة، فأنت معذور في بقائك في المكان وصلاتك في مكانك، لأن هذا من الأعذار الشرعية التي تسقط صلاة الجماعة، تسقط وجوب صلاة الجماعة.